حاسه ان سؤال صعب قوي انك تسال حد مين افضل لاعب في الاهلي في سنه 2020 او موسم 2020. حاسه الاهلي كله نجوم، يعني كل اللعيبه على مستوى المباريات المختلفه، تلاقي شويه كهربا يتالق، الشناوي على طول متالق طبعا طول المباريات. يعني سؤال صعب جدا، ولكن احنا سالناه للناس عشان نشوف رايهم واحنا بننهي السنه دي وبنبدا سنه جديده وسعيده ان شاء الله. خلينا نشوف الناس قالت ايه. افضل لعيب انا شايفه السوليه، مستواه ثابت. شناوي واعتقد هو رجل 2020 في الكره، واعتقد ان هو هيبقى راجل برضه 2021. شايف ان هو الصراحه كان محمد الشناوي شال كتير قوي من الاهلي وصد كور كتير جدا، والصراحه كان عاجبني قوي السنه دي في اللعب بتاعه، والصد بتاعه كان رهيب. يعني اللاعب العظيم في رايي انا علي معلول، اللي ظهر بمستوى يعني شبه ثابت ومستوى عالي، هو مجدي قفشه. انا بكن احترام كل تقدير واحترام لعلي معلول. كهربا كويس بس لازم يظبط اعصابه شويه. مجدي قفشه. هو محمد الشناوي. عمرو السولية. احسن لاعب الشناوي، ربنا يحميه.